طيب، المحاضرة الماضية بدأنا في النمباي، حكينا إنه النمباي هي عبارة عن يعني نيوميريكال بايثون، يعني اختصار، يعني هي مكتبة بتحتوي على كل الفانكشناليتيز اللي ممكن إنه أنت تطبقها على الأريز، على المصفوفات، تمام، وبتعمل لك إياها بشكل سريع. حكينا إنه الهدف الأساسي من الكوليكشنز في البايثون عندنا إنه أنا بدي داتا تايب بيقدر إنه يعمل هولد أو يحتفظ بأكثر من متغير أو بأكثر من قيمة، عفوا هو متغير ولكن إنه بيحتفظ في أكثر من قيمة، فعشان هيك إنه ممكن يكون في عندي إنه أنا أستخدم الليست، تمام، أو الأري. شفنا كيف إنه هي عبارة عن ليست وهذه عبارة عن أري في النمباي أنا عندي، تمام. فبعد ما اعمل امبورت للنمباي انه ممكن انه انا اعمل ان بي دوت اري واعطيها الليست، فبيعطيني ليست، هذه ليست من 1 دايمنشنال، هذه ليست اوف ليست، فبالتالي هي عباره عن 2 دايمنشنال، تمام. وحكينا انه دائما في الامبورت انه انا بستخدم الالياس، الاسم المستعار، يعني بيسهل علي بشكل كثير كبير. وحكينا انه انا في عندي مجموعه من الطرق لإنشاء الأري، فأنا ممكن أنشئ أري من لستة بشكل مباشر، تمام، أو ليست أوف ليست، فبالتالي بتكون 2D، أو إنه أنشئ ليست إنه أنا أعبيها بأصفار، فبالتالي هنا بستخدم ان بي دوت زيروز، أو أعبيها بوحايد إنه ان بي دوت وانز، وهنا بعطيها قديش الدايمنشن تبع الأري، إنه هنا أنا عندي 5 عناصر وهنا برضو 5 عناصر، هنا 5 أصفار وهنا 5 وحايد. وحكينا انه ممكن انه انشئ الاريز باستخدام الاي رينج، فبالتالي انا بعطيها نقطه البدايه ونقطه النهايه وقديش مقدار الزياده، تمام. وفي انا عندي الراندوم بديها الدايمنشنز تبعت الاري او المصفوفه الماتريكس، هنا 2 في 3، فبالتالي انه بولد لي ارقام عشوائيه بين الصفر والواحد، تمام. وفي انا عندي اللاين سبيس، فبالتالي انه بدي له نقطة البداية ونقطة النهاية، تمام. وعلى هذا الأساس انه هو يعني بيحدد انه قديش بالضبط قديش انه هو راح يعمل، يعني فبالتالي هنا راح يعمل 1 1.5 2 2.5، فبالتالي انه هو هيحدد القيم بناء على عدد الفاليوز، فبالتالي انا اعطيته الهاي واللو وهو راح يعمل لينير سبيس بين هدول القيم، فبالتالي انه بين الواحد والثلاثة انا محتاج 5 قيم، فبالتالي انه حتكون انصاف 1 1.5 2 2.5 3 بهذا الشكل. الراند انت حكينا انه انا بستخدمها عشان اولد ارقام عشوائية، فبتاخد 3 باراميترز اللي هو الرينج اللي هو بين 2 و7، وقديش عدد الارقام العشوائية 5 ارقام. وممكن ان استخدم الراند انت، انا ممكن اعطيها انه المتغير الثالث انه هو عباره عن تابل او بين قوسين، فهو بيمثل الدايمنشن تبع المصفوفه انا عندي بهذا الشكل، تمام. وحكينا انه ممكن انه استخدم مقاييس الاحصاء الوصفي اللي هي الماكس والمين والسم والميديا والمين والستاندرد ديفيشن، هذه كلها باستخدام النمباي، تمام. وهنا انا ممكن اجيب كل المقاييس المركزيه او المقاييس الوصفيه للبيانات من خلال انه انا احدد ايش هو الصف او ايش هو يعني بدي اياه على مستوى الصفوف او على مستوى الاعمده، فبالتالي هنا الاكسس اذا كان زيرو بيكون كولوم واذا كان واحد بيكون روز بهذا الشكل، تمام. الماث اوبريشن زي ما حكينا المره الماضيه انه اي مصفوفه انه بزود عليها كونستانت، فبالتالي حيزود هذا الكونستانت لكل الارقام، تمام. ونفس الشيء بالنسبه لبقيه يعني عمليات الجمع، فانت ممكن تطرح من كونستانت تضرب في كونستانت او في ثابت وتقسم على كونستانت، وممكن انه انت تجري بعض الدوال الحسابيه زي السكوير، سكوير روت، والحساب المثلثات زي الساين والكوساين، تمام.
طيب حكيت لو كان في عندي مصفوفتين انا بدي اجري عمليات بين مصفوفتين، هنا احنا شفنا كيف نجري عمليات على يعني مصفوفة مع كونستانت او مع ثابت، هنا انه مصفوفتين مع بعض، فبالتالي انه بختار ان بي دوت اد ان بي دوت سبستراكت، وهنا بدي له المصفوفتين A و B بهذا الشكل، فهي كل ال... وانا عندي الدوت حكينا انه الدوت برودكت بهذا الشكل. بدي اقارن الاري، تمام؟ فنتيجة المقارنة انه نتيجة المقارنة بتكون هي عبارة عن مصفوفة، فبالتالي انه بقارن كل عنصر element wise، element wise كل عنصر بالعنصر اللي بقابله، هل الواحد بتساوي الأربعة false، هل الاثنين بتساوي الاثنين true، هل الثلاثة بتساوي الستة false بهذا الشكل، تمام؟ وأنا ممكن هو بقارن القيم، بقارن القيم لا قصدك انه انت بدك تشوف انه هم نفس الديتا تايب ولا لا. ما اعتقدش انه انت بتقدر انه انت تعمل كومباريزون بهذه الطريقة. في دالة تانية للتايب هنا في البايثون، بس أنا بقصد هنا مباشرة، يعني ممكن في البايثون ممكن عموما، لكن في النمباي إنه أنت تقدر تقارن الماتريسيز بناء على التايبس تبعتها، على حد علمي مش عارف يعني، ممكن نشوف الدوكيومنتيشن هل هذه الشغلة إنه هي موجودة أو لا يعني. تمام؟ طيب لو انه انا بدي اشوف كل العناصر كلها، فبدل ما انه انا اشوف يعني المصفوفه هذه element wise false true false بهذا الشكل، فممكن انا استخدم ان بي array equal واديها to array وتقول لي انه الاريز هدول انه متساويات ولا مش متساويات، انه كل العناصر بتساوي كل العناصر بهذا الشكل، فبالتالي انه بتعطي لي النتيجه واحده، يعني هنا بتدي لي النتيجه انه كمصفوفه انه بتشتغل element wise. طبعا الاكسس للاليمنتس، تمام؟ فالاكسس للاليمنتس يعني ممكن انه انت تصل لاي عنصر في المصفوفه تبعتك يعني باستخدام الاندكس، تمام؟ وممكن تعمل حاجه اسمها سلايسنج، يعني خلينا انه نرجع نفتح ال يعني اخر مصفوفه انا عندي هذا النوت بوكس اللي احنا اشتغلنا عليه المحاضره الماضيه، اخر قيمة أنا عندي قيمة الـ A، فبالتالي أنا عندي عبارة عن 2 dimensional array بهذا الشكل، تمام؟ فخليني أنا أعرف 1 dimensional array، كيف ممكن أعرف 1 dimensional array يا شباب؟ فممكن أحكي إنه الـ B بتساوي إيش؟ NB dot لا لا بدي أعملها generation إنه as a random number random، بعدين راند انت بدي اياها انه راندوم انتجرز، تمام؟ وحكيت انه انا بحدد البدايه والنهايه وكم رقم الرينج، يعني انه انا بدي اياها بين بين الصفر وال 100 وبدي سبع ارقام، وهي البي عشان انا اشوف، وانت ممكن انه انت تطبق معي بهذا الشكل، فبالتالي اتولد انا عندي سلسله من الارقام او يعني ارقام عشوائيه سبع ارقام بهذا الشكل. انت ممكن انه انت تشوف طول الاري باستخدام داله اللين، تمام؟ فبالتالي انه فعلا انه هي عباره عن داله مكونه من سبع ارقام، فجيت انا بدي اصل للبيانات. طبعا في البيانات انه بنصل للبيانات في الاري من خلال اندكس، تمام؟ شباب خليكم معايا لو سمحتم، لانه هذا الاشي بيعتمد عليه اشياء تانية. حكيت اذا انت في عندك يعني حكيت انا حتيح لك مجال للتطبيق، فاذا انت عندك اي مشكلية ماشي بلف عليك وبشوف ايش الاشكالية تبعتك، تمام؟ تحاولش تشغل حالك انه انت بدك تعمل فيكس للبروبلمز اللي موجودة عندك على الجهاز حاليا. فحكيت الاكسس للاليمنتس انا عندي، حكينا انه الاندكس عندنا في البرمجة عادة الاندكس في البرمجة دائما بيبدأ بصفر، فبالتالي انه اول عنده عنصر الاندكس تبعه الفهرس تبعه صفر، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة، خمسة، ستة، فبالتالي ما دام بيبدأ الإندكس بالصفر بينتهي بستة، سبع عناصر من صفر
انا ببدا اندكس مش قيم، تمام؟ فبالتالي بدي اصل لاول عنصر، ممكن اصل لاول عنصر بحكي A او عفوا B، بفتح البراكتس اللي بتحدد، بقدر من خلالها بحدد الاندكس وبقول له انه صفر، فهيك حيعطيني اول عنصر اللي هو 81. بدي العنصر الثاني بي اوف الواحد، تمام؟ بدي اخر عنصر سالب واحد. تمام؟ حكيت انا ممكن اعمل سلايسنج، ايش السلايسنج؟ انه بالضبط انه انا بحدد انه جزء من الاري، انه على سبيل المثال بدي ابدا من العنصر الثاني وانتهي عند العنصر الخامس. إيه هو فعلا من العنصر الثالث للاندكس 2 بالضبط بالضبط، تمام؟ فحيطلع انا عندي هاي 83 اللي هو الاندكس الثاني، هاي 0 1 2 الثاني الثالث الرابع الخامس مش حياخده، تمام؟ بهذا الشكل. تمام؟ حكيت لو كانت عندي 2 dimensional array فممكن انه انت تصلحها انه انت تحدد الصف والعمود، فبالتالي انت عندك هنا الرو والكولومز، فبالتالي انه انا عندي المصفوفه A، مصفوفه A بالمناسبه تم توليد المصفوفه A باستخدام هذه الستيتمنت اللي هي عباره عن random integer بين الصفر والواحد، وهنا يعني ادينا له انه بدنا مصفوفه 6 في 5، تمام؟ فهنا هذه المصفوفه بدي اصل 6 في 5، معنى ذلك انه انت في عندك 6 صفوف وخمس اعمده، هي 1 2 3 4 5، خمس اعمده وست صفوف، تمام؟ فانا بدي الصف الثاني، بدي العنصر هذا، العنصر هذا ايش الاندكس تبعه؟ 3 و3، كيف؟ كله بالضبط، كل الانديسيز بتبدا بصفر، فبالتالي هنا A 2 و2 تمام بهذا الشكل. بدي انا على سبيل المثال العنصر هذا، العنصر هذا 4 و4، تمام؟ بدي العنصر هذا خمسة وصفر بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي انت بتقدر تعمل اكسس لاي element انت عندك بدك اياه بهذا الشكل. طيب هجيت اذا كان في عندي مصفوفه والدايمنشن تبعها 2 في 3 ممكن تعملها ريشيب. الريشيب معنى ذلك انه انت ايش حيصير؟ حتغير الاحداث يعني الابعاد تبعت الداله المصفوفه وتصير 3 في 2 بدل ما هي كانت 2 في 3 بالضبط، تمام؟ فبالتالي انه حتصير انت عندك هنا 1 2 3 و4، حتصير انا عندي عباره عن صف جديد وبعدين 5 و6 حيكملها بهذا الشكل، تمام؟ وفي انت عندك الفلاتن، الفلاتن هذه مهمه جدا، يعني عندك على سبيل المثال انت لما تعمل لود لايمج بدك تعملها فيد على النيورال نتورك، لما تاخذ ان شاء الله في هذا البرنامج تطبيقات وتحاول انه انت تعمل كلاسيفيكيشن لايمجز، فالايمجز انت حتقراها على شكل اري، على شكل نمباي اري تحديدا، لانه انت عندك كل مصفوفه هي عباره او الايمج انه هي عباره عن مصفوفه ثلاثيه الابعاد، لانه بتحتوي على الار والجي والبي ريد والجرين، وانت بتعرف انه كل الالوان هي عباره عن مزيج بين الالوان الثلاثه هذول، فانت الالوان هذه انت مش حتدخلهم كمصفوفه زي هيك انت عندك على الانبوت، فممكن تحتاج انه انت تعمل لهم فلاتن انه انت تفرطهم بهذا الشكل، فبالتالي انه انت عندك حتصير عندك ناتج مصفوفه واحده 1 3 1 2 3 وبتكمل 4 5 6 بهذا الشكل، تمام؟ هي الناتج تبعها.
بهذا الشكل. ممكن تعمل ستاكينج زي ما حكيت لك، انه انت عندك في النيورال نتورك، في النيورال نتورك هي احد الاساليب المستخدمه في الداتا ساينس. فانت بدك يعني على سبيل المثال بدك تبني نيورال نتورك عشان انه هي تصنف الصور، تصنف الصور انه هي مثلا انه هذه صوره كات ولا صوره دوغ مثلا على سبيل المثال. فبدك تعمل فيد للصوره، بدك الصوره هذه تمررها على نيورال نتورك، فهي حتكون عباره عن ايمج، وحكينا انه انت حتقراها كايمج، لكن هي في الحقيقه الشكل الحسابي تبعها يعني كارقام انه هي عباره عن اري، يعني 3 دي اري، لانه حكينا انه كل بكسل الصوره مش هي مكونه من مجموعه من البكسل، كل بكسل هو عباره عن مزيج بين الار والجي والبي، فبالتالي كل بكسل فيه 3 قيم، قديش انه مقدار المزج بين الريد والجرين والبلو عشان يظهر لك او يطلع لك اللون اللي انت بدك اياه. فهجيت هذه ال 3 دايمنشنال اري تقدرش انه انت تعملها فيد للنيورال نتورك بهذا الشكل، فبتروح يعني بتحطها كلهم ورا بعض زي هيك، تعملهم فلاتن عشان انت تدخلها على المدخلات. كيف؟ بالطبع. لا لا، هو بروح باخذ يعني بمر على الماتريكس تبعتك، باخذ الصفوف تمام، وبروح بصفطها ورا بعض. بالضبط. بتصير بالضبط بالضبط. فجيت انت عشان تتخيل الموضوع اكثر، يعني انا عندي هنا النيورال نتورك كيف شكلها بيكون عاده، انه انت عندك هي عباره عن مجموعه من النيورونز، هي عباره عن شبكه عصبيه، يعني انه هي موصله، انه مجموعه من النيورونز زي هيك، انه هي موصله بهذا الشكل تمام، وهذا برضو موصل زي هيك. وانت عندك في الاخير يعني انت زي ما هي عندك نقط نقط نقط، تتكون من العديد من العقد العصبونيه. في النهايه انت بيكون انت عندك هنا نود، انه انت بدك تصنف انه هذه عباره عن كات او دوغ، فبالتالي انت عندك مخرجين عندك هنا. هاجيت انا عندي الايمج بدي احطها هنا، فالايمج زي ما حكيت لك انه هي عباره عن صوره تمام، كل بكسل فيها مكون من 3 ارقام، الار، قيمه للار، وقيمه للجي، وقيمه للبي تمام، كل بكسل، فبالتالي هي عباره عن 3 دايمنشنال اري. فهجيت انا هنا في الفلاتن، انت عندك يعني الفلاتن هو موجود في السلايد اللي قبل. اوكي، هجيت الفلاتن هنا زي ما حكينا انه انت عندك هنا 2 دايمنشنال، ايش سوى؟ اخذ الصف الاول هيو حطه هنا، بعدين ايش كمل العناصر تمام، ما حطش ليست جوا، لسه في نفس الليست تمام، فكمل الصف الثاني 3 4 5 6، ولو في صف ثالث، لو كانت انه هي عباره عن يعني انه مصفوفه انه مكونه من 3 صفوف 3 اعمده، برضه انه حيحطه وراها بهذا الشكل. فبالتالي الواحد هذه وين حتروح؟ حتروح على النيورون الاول، فبالتالي انت بعد ما تعملها انه فلاتن، يعني زي كانه ايش بسوي؟ زي كانه انت عندك هذا الصف الاول، الصوره بحولها بهذا الشكل، يعني الترانسفورميشن تبعها حتتحول، انت عندك هذا الصف الاول حيحط تحتيه الصف الثاني، حيحط تحتيه الصف الثالث، وهكذا تمام. فبالتالي بتقدر تعمل فيد انه كل بكسل بنيورون انت عندك زي هيك بهذا الشكل. يعني ما هو هذا الكلام، انه انت ممكن تعمل فلاتن برضه لل 3 دايمنشنال اري. لا، بطلع لك 1 دايمنشن. بالضبط بالضبط تمام. النيورال نتورك بالضبط صحيح. صحيح، يعني انت لسه في يعني في التأسيس، انه انت بتاخذ لسه البرمجة، ولسه بتاخذ مادة علوم البيانات، وهي بتاخذ الرياضيات تمام. يعني في انت عندك مواد اخرى لها علاقة بالتطبيقات، وبتدخل انه انت بتشتغل على مشاريع، يعني بتاخذ الاساسيات، يعني بصير في عندك شرح ايش هي النيورال نتورك تحديدا بالضبط، وكيف بننتهم وكيف بتستخدم، كيف تخصص لحالك.
صحيح، ممكن انه هو يكون لوحده تخصص يعني. تمام، هجيت الستاكينج للاري، انه انت في عندك هنا تو اري. الفلاتين كنا نستخدمه لوان اري، لكن لو عندك تو اريز منفصلات اي وبي، تمام، ف ممكن انه انت تعملهم ستاكينج فوق بعض، تكدسهم فوق بعض، والستاكينج هذا هوريزونتال وفيرتيكال، هوريزونتال وفيرتيكال. فهنا في الاتش ستاك ايش راح يسوي؟ راح ياخذ واحد اثنين ثلاثة ويحط جنبيها أربعة خمسة ستة اللي هي الاي والبي، تمام؟ الفيرتيكال ستاك بروح بحطهم فوق بعض بهذا الشكل، فبالتالي انه بيكونوا لك مصفوفة ثلاثة اثنين في ثلاثة بهذا الشكل، تمام؟ كيف بدك تعرف الـ Array Feature؟ ممكن تعرف الـ Array Features يعني من خلال ثلاث دوال اللي هي Shape والـ Undim والـ Size، تمام؟ هذه شغلة كتير أساسية. أنت عندك Shape، هو عبارة عن عدد الصفوف وعدد الأعمدة اللي هي عندك rows and columns، هي يعني number of rows and columns. كيف ممكن انه انت تعملها؟ هاي ال A dot shape، هاي بقول لك انه هذه عبارة عن ست صفوف وخمس أعمدة، ست صفوف وخمس أعمدة. نعم، صحيح، تمام. لقيت انه انت ممكن انه انت تجيب عدد الصفوف بس، هذا الاتريبيوت ايش اسمه؟ اندم، ان دايمنشنال، قديش عدد الدايمنشن تبع الاري هذه، فبالتالي هاي دو اي دوت ان دم، ايش راح يرجع لك؟ ليش اثنين؟ انا لسه في الاي، ستة ولا خمسة؟ انت مش شايف اشي في ايش؟ الشاشة حكيت مش الشيب جاب لي الاتريبيوت اللي هو خصائص الاري، هذه خصائص الاري بيجيب لك عدد الصفوف وعدد الاعمدة. انا عندي اي مكونة من ست صفوف وخمس اعمدة، الان دايمنشنال هيجيب لك عدد الاعمدة، الان دائما للاعمده، فبالتالي الان دايمنشن ليش اثنين؟ كيف؟ الان دايمنشن بالضبط اثنين، اللي هو قد ايه انه السايز انه تبعها انه هذه عباره عن تو دايمنشنال اري بالضبط، تمام؟ هاجيت السايز، السايز اللي هو عدد العناصر اللي موجوده في الاري، تمام؟ فبالتالي n dot size او ال a dot size عندك 30 عنصر اللي هو 6 في 5، تمام؟ بدك تجيب عدد الأعمدة بس، كيف ممكن ان انت تجيبها؟ shape 0، تمام؟ عدد الصفوف عفوا هذا، والواحد عدد الأعمدة، تمام؟ تمام الأمور هيك. طيب حكيت افترض انه احنا البيانات تبعتنا
انه النمباي اري تبعتنا ايش بتحتوي؟ بتحتوي الراديوس لكل الكواكب الثمانية اللي موجودة عندي، اللي هو ميركوري، فينوس، الأرث، مارس، جوبيتر، إلى آخره من الكواكب، تمام؟ فبالتالي إنه هي الراديوس بالكيلومتر، يعني هذا الراديوس تبع ميركوري الزهرة أو عطارد. أنت عندك 2439 كيلومتر بوينت سبعة، فينوس أكبر شوية 6051، الأرض 6371، تمام؟ وهكذا. حكيت أنا بدي أحسب بدي أحسب الفوليوم. ميركوري شو اسمه؟ أنت عندك هما بالترتيب لأنه أقربهم للشمس، عطارد الزهرة، عندك ميركوري عطارد، الزهرة فينوس، الأرض إيرث، مارس، مريخ، جوبيتر، مشتري، ساترن، ايش بعد المشتري؟ زحل، اورانوس، ونبتون، تمام؟ هيك انت بدك تحسب انه بناء على الرادياس تبعها بدك تحسب الحجم، الفوليوم. ايش معادلة الحجم؟ السفير للكرة 4 على 3 في الباي ار سكوير، تمام؟ تكعيب مرفوع على القوة 3، تمام؟ فحكيت احنا بدنا نطبق هذا المثال، بدي اياك انه انت تحسب لي يعني انه هذا الكلام كيف؟ صحيح، نعم. فبدي اياك انه انت تطبق هذا الكلام، كيف بدك تطبقه؟ انه انت بدك تعمل مصفوفه من الراديوس تبع الكواكب كلها باستخدام، يعني افترض انه انت في عندك يعني كواكب، انه بدك تولد ارقام عشوائيه بين الواحد والالف، تمام؟ وبدك تعمله هذا الكلام لقديش؟ بدك تعمله لمليون كوكب. هذا الكلام انت عندك هي كوكب اثنين، ثمان كواكب، تسع كواكب، ممكن انه انت تعملها ببساطة، لكن لو كان انت عندك مليون كوكب، البيانات انت عندك لو كانت عندك مليون كوكب بدك تحسب هذا الكلام، فممكن انه انت تعمل هذا الكلام بخطوة واحدة. يعني انه انت ممكن انت ايش تسوي؟ تروح تحسب تقول انا عندي الراديوس ايش بيساوي؟ بيساوي ان بي دوت راندوم دوت راند انت، انا بدي من 1 ل 10,000 ارقام عشوائيه، الرينج تبعها من 1 ل 10,000، وبدي مليون كوكب، بالتالي هنا 1 0 2 3 4 5 6، تمام؟ هاي الأرض. فهي انت بتلاحظ انه الكوكب الاول هيو 2240، الكوكب الثاني 8000، الكوكب الثالث، وحطيت لك نقط 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 بهذا الشكل، تمام؟ فانت عندك فعليا راديوس او نصف القطر لمليون كوكب. بدنا نحسب الاحجام للكواكب هذه كلها، كيف بدك تحسب الاحجام للكواكب هذه كلها؟ احنا حكينا ايش المعادلة؟ الفي ايش بتساوي؟ 3 على 4، 4 على 3 ضرب باي ان بي دوت باي ضرب ار مرفوع على للقوة 3،
تمام. فأنت بتعمل ضرب ضرب ثلاثة، مش ضرب ضرب، هذه نجمتين مرفوعة على القوة بهذا الشكل. فأنت بدل ما أنت تلف على المليون كوكب وتجري العملية الحسابية هذه، العملية الحسابية هذه بتعملها في one step في النمباي array في خطوة واحدة، وبينتج أنت عندك الـ V. تمام؟ تكة واحدة خلصت العملية، شوف لي الـ V كيف شكله. فبالتالي أنت عندك القيم خليني أشوف أول قيمة كيف؟ كيف بتعرفش على ال... نعم صحيح، حيو من 1 10 آلاف كيف؟ كيف؟ صحيح في إشي بالسالب طالع. لا مش حتفرق كثير. إنه هي القطر، هي بالموجب، فبالتالي أنت عندك عمليات ضرب هنا، فبالتالي نعم. لا في مشكلة في الرفع للباور، المشكلة في الرفع لل الراندوم ما فيش فيه، يعني هنا الراندوم هاي كيف؟ نفس الاشي. المشكلة في حساب الراديوس، مشكلة في حساب يعني رفع الراديوس للقوة 3. لقيت الراديوس، شوف لي الماكس تبعه قديش. فأنت عندك هنا ار دوت ماكس، تمام، على قيمة 909 والمين ار دوت مين 1. فبالتالي ما فيش عندك أرقام سالبة. لقيت احنا لما رفعناه للقوة 3 سبب إشكالية. فهلقيت أنا ممكن إيش أسوي؟ هنا بدي ألجأ للدوكيومنتيشن وأقول له numpy power function كيف؟ طيب أكيد أنا بدي أستخدم دالة الباور. في مشكلة في حساب إنه أنا يعني إنه هذه الأوبريتور نجمة نجمة مش ما بيطبقها بشكل صحيح. فهجيت هنا في الفي بدي أقول له إنه np.power وأحكي له بدي الـ A، عفوا بدي الـ R، وارفع لي إياها لقوة 3.
بديش اياها انه يضرب لي مصفوفات مع بعض، بدك انه كل عنصر انه يرفع لك اياه للقوة 3. فاستخدم دالة الباور مباشرة. انت عندك زي هيك، شوف لي هنا الفيز، هاي الفيز شوفهم سيم. اوكي، هاي الار، شفت يعني هاي الار الماكس تبعها 9999 والمينيموم 1، فبالتالي ما فيش ارقام سالبة. اوفر فلو، صحيح اوفر فلو، الله ينور عليك. كيف؟ هذا بيطلع انت عندك رقم، انه بيطلع عندك رقم انه ما يعني ما بينفع انه انت تخزنه في الانتجر. حكيت التايب تبع الاري، انت عندك انتجر، فصار في عندك اوفر فلو. ف مشكلة انه النواتج ايش هي اللي بين قوسين؟ ايش هي اللي بدك تعملها بين قوسين؟ هذه؟ ليه؟ ليه؟ يضرب ايش في ايش؟ لا، هذه حتشتغل لحال، مش حيعمل اي عمليه على اليسار الا لما الا لما تكون الباور طافه. ايش يعني الباور في الدوت؟ اللي بعد الامبي تمام، يعني الباور وتركب من الدوت. ايش دوت كمان دوت؟ هي كده بتعمل دوت برودكت. اوكي، لا 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 دوت هيك. انت بيطلع انت عندك قيمة يعني ار يعني دوت برودكت، هيو بيطلع انت عندك قيمة واحدة. انا بدي الار تطلع الناتج تبعها مصفوفة، تمام؟ الناتج انا عندي هنا رقم واحد، فبالتالي هو عبارة عن حاصل ضرب الكارتيزي بين مصفوفة هذه والمصفوفة هذه، فبالتالي بضرب صف في عمود زائد صف في عمود زائد صف في عمود، وبيطلع عندك الناتج عبارة عن قيمة واحدة فقط. الدوت برودكت بيطلع النتيجة واحدة، وأنا ما بدي النتيجة واحدة، أنا بدي كل نصف قطر بدي أكعبه، كل نصف يعني أنا بدي الناتج يطلع أنا عندي مصفوفة. الإشكالية يا شباب، أنت عندك هنا الرقم هذا، يا إما إنه أنا بصغره يا إما بغير التايب تبع الأري. يعني هنا أنا ممكن أصغر هذه لألف زي هيك، تمام؟ وهنا أنت عندك الماكس بيطلع 900 والمينيموم بيطلع 1، وهنا نحسب الفي، هاي الفي بهذا الشكل، وبنقول له هنا باور، فبطلع أنا عندي أرقام. يعني الفوليوم لو أنت شفت الماكس تبعه الفي دوت ماكس، هاي أعلى يعني فوليوم، هكذا هشرح لك إياه. وهنا المينيموم الأوفر فلو، أنت عندك داتا تايب في البرمجة، في عندك بحجز مساحات معينة حسب الأنواع. هجيت الانتجر
في له مساحة معينة، بحجز له 4 بايت. فجيت انت بتقدر تخزن اكبر رقم فيه، مثلا على سبيل المثال 32000. اكتر من 32000 بقلب، بصير زي كأنه يعد من اول وجديد، او بدخل على الإشارة تبعت الماينس. يعني بمعنى اخر، نحول على السالب. انت في عندك هنا الارقام بتم تمثيلها في الدائره بهذا الشكل. بتعرف انه بيتم تمثيل الارقام كلها على شكل باينري، تمام؟ فبالتالي هذا حيكون على صفر واحد، تمام؟ صفر واحد، وهذا صفر واحد، هذا صفر واحد، صفر صفر واحد واحد. فبالتالي هذا تمثيله مثلا على سبيل المثال ممكن يكون تمثيله هذا مثلا على سبيل المثال 17. فانت عندك كم بت انت حاجز للمتغير تبعك، لنفترض انه انت حاجز 8 بت، فبالتالي 5 8 7 بتخزن فيهم القيمة، وهذا لاست فاين. بالضبط. هيدا الساين انت عندك اذا كان صفر معنى ذلك انه الرقم موجود، اذا كان واحد معنى ذلك انه الرقم سالب. فاكيد انت لما ينتج انت عندك رقم كبير انت بدك تخزنه، فبتضطر ان انت تدخل على البيت تبع الاشاره وينجز الرقم بصير انه هو سالب، وهذا الريبرزنتيشن مش صحيح. فهنا احجز حجم مناسب انت عندك للمتغيرات، بدك انه ارقام كبيره احجز ارقام يعني داتا تايب كبيره مناسبه للاريه تبعتك عشان تخزن فيها ارقام كثير كبيره. وهذا الكلام وين ممكن ان انت تشوفه؟ من خلال هنا تقول انه داتا تايبس في الدوكيومنتيشن، تمام؟ فأنت عندك هنا على سبيل المثال في عندك أنواع مختلفة، في عندك بوليان، في عندك بايت، في عندك انتجر 8، 8 يعني 8 بت، تمام؟ وفي عندك شورت، وفي عندك انت 16، 16 بت، وفي عندك انت، وفي عندك انت 32، في عندك لونج. كيف؟ وفي انت 64. فهجيت احنا يعني بدنا نشوف، صحيح، بدنا نختار نوع داتا تايب يستوعب، تمام؟ فبالتالي هنا ممكن انه انا اختار انه اندي ديفاين داتا تايب. بالضبط. فانت عندك هنا اتريبيوت اللي هو دي تايب، هنا بورجي لك مثال انه الان بي دوت دي تايب، انه انت بتحدد الداتا تايب تبعه بهذا الشكل. فهنا انت ممكن انه تعرف array، تمام، وتقول له انه اخر باراميتر انه الدي تايب بتساوي دي تي، والدي تي تبعك انه انت ممكن انه انت تعرفه عباره عن داتا تايب بهذا الشكل. فهنا انه ان بي 32 احنا ممكن نختاره 64. فبالتالي هنا في تعريف الراديوس ممكن هذا الرجع لمليون، تمام. نقول له هنا دي تايب بتساوي ان بي دوت او ان بي دوت انت 64، وهذه بنرجعها 10000، رجعناها 10000، صح؟ تمام. فاجيت خي بنحسب زي هيك، تمام. وهي انا عندي صار يظهر، انا عندي شغله جديده في الاري اللي هي الدي تايب انت 64. في هذه الحاله هيك بنحذف هذه، وهيك بنشوف الماكس. الماكس انا عندي يفترض 9999، والمينيموم ممكن نحن نحدد المينيموم هنا انه اصغر كوكب انا عندي على سبيل المثال القطر تبعه
2000 عشان يكون رياليستيك اكتر. فهي الماكس وهي المين، تمام. هيك احنا بنحسب الفوليوم، الفوليوم راح يطلع معانا بدون ارقام عشوائية. هيك شوف الماكس وهيك شوف المين، واضح؟ تمام يا شباب. فبالتالي دالة الباور، دالة الباور انت لما ترفع للقوة 3 هذا بيؤدي انه انت عندك الرقم الناتج بيكون كتير كبير وبدك تحجز له يعني حجم اكثر اكبر في الذاكرة كانتجر داتا تايب. فانت في تعريف اي نمباي اري مش بس في الراندوم انت، يعني ممكن انه انت على سبيل المثال انه تقول له انا بدي اعرف اري، تقول له ان بي دوت اري زي ما كنا نعرفه، تدي له لسته مكونه من 1 2 3 وتقول له لا هذه بدي اياها انه الدي تايب تبعها انه ان بي دوت انت انت 8، تمام. انت 8 بالمناسبه لما يكون انت عندك 8 بت اقصى رقم ممكن انت تخزنه فيه قديش؟ قديش يا شباب؟ كيف؟ ايش يعني اذا كان اقل عدد عناصر؟ نعم صحيح. بالضبط بالضبط. اذا انت يعني بدك انه تعمل اري انه هي عباره عن ناتج عمليات حسابيه وانه الناتج كتير كبير، لا بتعمل حسابك من البدايه انه الفي اللي هي الاري تبع الفوليوم هاي يعني بيكون انه التايب تبعها نفس التايب تبع هاي، التايب تبعها نفس التايب تبع هاي. فبالتالي انه لما هذه انت 64 برضه هاي حتكون انت 64. ف بهذا الشكل. فهي نتيجة الأري، إنه ممكن إنه أنت زي ما حكيت لك إنه أنت تحدد الداتا تايب تبع الأري تبعتك بهذا الشكل. والتايبس هي أنت عندك في تايبس كتيرة ممكن تستخدمها للفلوت والنمبرز والكومبلكس نمبرز والانتجرز. والانتجرز ممكن أنت تحط الساينت والأنسايند بهذا الشكل. كيف؟ هو بيختار انه باي ديفولت انه الداتا تايب انه الديفولت داتا تايب انه تكون هي عباره عن انتجرز بناء على القيم. هو بشوف يعني البايثون فيها ميزه تتميز عن اللغات الثانيه انه هو لوحده بيقدر انه هو يحدد التايب من الفاليوز. يعني لو اديتك انا 1.7 13 فبالتالي انه هو شاف انه في ميكس فلوت مع انتجر، فبالتالي هو لحاله بيختار التايب يكون فلوت. اديته ارقام كلها عباره عن ارقام صحيحه بيختار انه انتجر، وبشوف انه الماكس مثلا انه ما بيتجاوز مثلا 256، فعلى هذا الاساس بيختار مثلا انتجر 8، تمام. لانه ال 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 لانه الناتج الارقام كانت ناتج عن عمليه حسابيه مش عن الاري انيشاليزيشن. لو ان كان ناتج عن الاري انيشاليزيشن لحاله بشوف انه ايش اكبر قيمه واختار الداتا تايب المناسب، لكن بما انه كان ناتج عن عمليه حسابيه فبالتالي انه بيختار الداتا تايب تبع هذه، وهذا الداتا تايب تبعها مش مناسب للنتيجه انه يكون في عندي رفع لقوه 3 بالاضافه لضرب بالاضافه ل يعني برضه ضرب هنا كان. ما انا حاطط انه في بتساوي، بس لو انا حطيت انه في بتساوي ان بي دوت اري انه عمل لي انيشاليزيشن للاري وهي القيم تبعتها، فهو ممكن انه هو يطلع انه يشوف يعمل يحدد الداتا تايب تبعت الاري قبل ما يعملها انيشاليزيشن وبيختار لها الداتا تايب المناسبه. الانتجر مش دالة، تايب.
وهذا اللي احنا عملناه هنا لما اجينا حددنا عملنا initialization للرادياس، تمام؟ قلت له random integer انه اكبر رقم انا عندي 10,000، مع انه ال 10,000 بكفيه كان الانتجر 16، بس انا قلت له لا انا بدي اياه يعني لو انت تعرف الداتا تايب تحجز لي 64 بت لكل متغير انا عندي في الذاكره. عقيت انت اكبر رقم انت يعني بيعتمد اذا كان سايند ولا مش انسايند، فبالتالي انه قديش احتمال الكومباينيشن اللي انت ممكن انه انت تخزنها من وحايد واصفار في السبعة بت، يعني انا في عندي بت للاشارة، فبالتالي 2 مرفوع للقوة 7، 2 مرفوع للقوة 7 قديش بيطلع معاك؟ بيطلع انت عندك 128 127، لانه بتبدا انت من الصفر، تمام؟ فبالتالي اكبر رقم لهذا لو كان سايند انتجر، انه انتجر ممكن يكون سالب او موجب، لكن لو انت بدك تاخذ الثمانية بت كلهم وانت تعتبره ان سايند انتجر، خلص هذا المتغير يعني بيخزن فيه ارقام موجبه، فبصير 256، اكبر رقم 256. هجيت لو انت خزنت 300 في داتا تايب انت 8، حصير في عندك الاوفر فلو هذا وحتقلب الاشاره، وهذا الاشي مش ريبريزنتيتيف صحيح، مش ريبريزنتيشن صحيح للارقام. كيف؟ 32 مالها؟ الديفولت 32، ال 32 ما كانتش كافيه. تمام. طيب نرجع هنا للموضوع تبع انه قديش انه انت عندك النمباي، لو انت بدك تعمل هذا الكلام في البايثون بيور بايثون ايش بدك تسوي؟ في عندك ليست، وايش بدك تسوي؟ فور لوب، تلف عليهم واحدة واحدة، تمام، وتطلع الليست تبع السفير. لكن هنا انه جاست ان وان ستيب وان ستيتمنت رحت طلعت لي ناتج مصفوفه اللي هي بتحتوي على الفوليومز تبعت الراديوس تبعت الكواكب او الاحجام تبعت الكواكب اللي انا اعطيتك الفوليومز تبعتها. فبالتالي انه العمليات الحسابيه للمصفوفات بالنمباي سريعه جدا ومريحه جدا باستخدام النمباي. طيب حاجات انت ممكن انه ايش تسوي؟ ترجع على الجيت هاب تبع هذا الكورس، تمام؟ في عندك هنا وين التمرين؟ هذا بالهاكر راك. لا لا، هذه تمارين بالبايثون نوت بوك، يعني انا يعني هي مجموعه يعني 100 تمرين في النوت بوك، انا حنتقي لك منها، يعني حنتقي لك منها واحط لك يعني في المستودع. فهذه عباره عن 100 اكسرسايز بنمباي، مش كلهم مطلوبين، يعني مش كلهم مطلوبين منك، ولكن فانا حنتقي لك منها. انا اللي بحكي على هذه، إذا أنت فعلا بدك تتمرن على النمباي أكثر بكثير من هيك يعني، وعلى البايثون تحديدا، فأنت ممكن إنه أنت تروح على هذا الرابط اللي هو موجود عندك على المستودع، تمام؟ ويفترض على المنصة هذه إنه أنت تنشئ الحساب تبعك، تمام؟ فأنا حدخل بالحساب تبعي، فأنت هنا في الساين أب أو كرييت أكاونت، لما تيجي أنت تقول له خليني أنا أروح هنا من البداية عشان أورجيكم. هاي ساين أب، فبالتالي إنه بحكي لك إنه أنت شركة، فبالتالي أنت بدك إنه يعني المنصة هذه تحديدا إيش هي؟ منصة الهاكر رانك هي عبارة عن منصة
تقدر انه انت تمارس فيها البرمجة، بغض النظر عن لغة البرمجة، ممكن انت تمارس فيها سي بلس بلس، بايثون، جافا، اي لغة برمجة انه بتقدر انه انت تمارس فيها. فبالتالي بتقدر انه انت ايش تسوي، تدخل بحسابك، تعمل بروفايل، وفيها مجموعة من المسائل بتعتمد على التست كيسز او تيست دريفن. اجيت حوري لك ايش معنى هذا الكلام. واذا حليت المساله بتحصل نقاط، فانت بتضلك انه انت تحسن في البروفايل تبعك وتحصل نقاط وتترقى. فانت لما تيجي انت تعمل حساب، انت حتعمل حساب انه انت كديفلوبر، فبالتالي انت بدك تتمرن. واذا انت عملت بروفايل كتير كويس وجبت سكور كتير كويس، الشركات عاده بتيجي هنا وبتطلع على المبرمجين اللي عندهم مهارات معينة في شغلات معينة، وبيحكوا معاهم بيقولوا لنا يعني انه كيف تضبط قديش بتحل التمارين؟ بديش انه انت قديش بتحل التمارين المتوقع؟ بالضبط. تمام. هلقيت انت حتعمل ساين اب، مش حتعمل، بديش اياك تعمل ساين اب هلقيت، لانه انا بدي اياك تتمرن في البيت. تمام. بس انا بدي اورجي لك الحساب تبعي، فانا هنا هختار انه اعمل لوج ان بالحساب تبعي، مش هذا، فهاي لوج ان، وبدي اختار اعمل لوج ان باستخدام جوجل. هاي الحساب تبعي بالسوس، هاي السكور، منيح، هاي في البروبلم سولفينج بحصل 3 نجمات. تمام. في البايثون خمسة. في موثوقية في الموقع يعني تواصل مع الشركات. السكيلز اللي موجودة عندي ما يعني ما وصلتش لمستوى انه الشركات انه هي تحكي معي، بس انه انا يعني انه انا بستخدمه عشان انه انا اتمرن، وبرضه عشان انه انا انقل لك انه يعني انا اورجي لك انه، مش اقول لك انه انت اتمرن بدون ما انا اتمرن، برضه انا تمرنت. تمام. لعبت شوية رياضة هناك. اوكي. فانت في عندك عدة لغات، يعني بروبلم سولفينج انه هو عبارة عن حل مشاكل ولكن بالبرمجة. عموما بالضبط. بأي كود بدك اياه. احنا بدنا نتمرن على النمباي. انت ممكن انه في كورس البرمجه تتمرن على البايثون بشكل عام، هيو بتختار الدومين تبع البايثون، كيف انه انت بتختار الدومين تبع البايثون، فبترجع هنا للموقع الرئيسي. تمام. بتروح على براكتس. تمام. والبراكتس هنا انه انت بتختار انه هي الرابط انه هذا في البايثون، فانت هي جافا، هي الى اخره، فانت عندك هذا الدومين تبع البايثون. فبورجي لك المسائل زي هيك زي ما انت شايف هنا، انه بيقسم لك المسائل انه تورجيني ايش اللي انا حليتهم، خلاص حليتهم، خلاص حليتهم واخذت العلم، ورجيني اللي ما حليتهمش. هاي فلتر حسب الستيتس، ممكن على حسب السكيل. تمام. انه انت بدك بايثون بيزك ولا بدك انترميديات، وهنا على حسب مستوى الصعوبة، سهل، متوسط، صعب. كل واحد بيكون في له يعني السهل 10 علامات، المتوسط 15، والصعب ممكن يوصل لغاية 30 أو 50 على حسب صعوبة المسألة. وهنا أنت بتيجي على حسب، معنا مثلا على سبيل المثال أنت أخذت السترينجز في البايثون بدك تتمرن عليها، بتختار هذه، بدك إنه أنت تتعامل مع الداتا تايبس المختلفة، هي الانترودكشن. تمام. بدك تتعامل مع الكوليكشن، هيها بدك تتعامل مع، مثلا احنا ايش بهمنا هنا، بهمنا النمباي. تمام. الاتر تول اللي هي لوبس، انه انت بدك تلف، بدك تعمل اتريشنز. بالضبط. فهنا احنا ايش بهمنا، بهمنا النمباي. تمام. هنا في النمباي هيو بديلك لينير الجبرا، بولينوميالز، انر، اوتر، دوت اند كروس، الفلور والسيل والرنت الى اخره. تمام. انا بدي اورجي لك، خلي يورجيني انه هنا الاريز، فهذه انه بايثون بيزك والماكس سكور 20 علامة. تيجي بتفتح الاريز. تمام. ببدأ يشرح لك هيك، خليني ارجع للوضع الطبيعي.
تمام. هنا بيجي بيشرح لك انه هذه البروبلم، تمام، كيف زي الكود اكاديميك بالضبط، بالاكاديمي بالضبط. فهنا انه انت ايش تخصصك؟ تمام. فانت عندك هنا البروبلم، بيشرح لك البروبلم، تمام، بورجي لك التاسك ايش المطلوب منك انه انت تسوي، تكتب كود. فبقول لك انه الانبوت المفروض انه يكون كذا، والاوتبوت انه المفروض يكون كذا. فبالتالي انا اديتك انبوت زي هيك، المفروض انه انت تطلع لي اوتبوت زي هيك، تمام. فهنا بقول لك انه you are given a space separated list of numbers. ايش المطلوب؟ your task is to print the reversed numby array with element type float. بدك تغير التايب تبعها لفلوت، وبدك تعكسها بالضبط، تمام. فانت بدك تشوف ايش، كيف ممكن انت تسوي هذا الكلام في 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 البايثون في بالنمباي. فهنا بقول لك انه يعني هنا بشرح لك، بقول لك انت بدك تستخدم النمباي لازم تعمل امبورت، هي معموله لإلك. وبقول لك انه انت بدك تعرف اري، فممكن انه انت تعرفها زي هيك، وممكن تعمل اكسس للعنصر. فبالتالي انت الاي اوف الواحد هي عباره عن اثنين، تمام؟ بالضبط. بدك تغير، بدك تعرف البيانات انت عندك بتايب معين، فبالتالي انت عرف نمباي دوت اري، بتعطي له الليست بس بتكتب له هنا فلوت. بالضبط، تمام؟ فهي زي كانه حلل لك الخطوه الاولى، انه بدك يكون التايب فلوت، ولكن انه انت ايش بدك تسوي؟ تعكسها. كيف بدك تعكسها؟ بتروح على الدوكيومنتيشن، بتكتب numby reverse array. فهنا بيجيب لك على طول السايت تبع الدوكيومنتيشن، في عندك دالة اسمها flip، تمام. وهي شوف الاكزامبل هنا. فبالتالي انت عندك هنا عبارة عن a، تمام، بس خلينا اقرا reverse the order of the elements of the array along a given axis. فبالتالي انت حطب، هي المطلوبه، انت حتطبقها على one dimensional array، فحت يعني حتعمل لك المطلوب. نيجي نحل. كيف بدك تحل؟ الحل هنا انه انت هي موري لك، ما دام انه numpy قد يعني حصر لك انه لغات البرمجه انه بايثون 3. لو انت مثلا بتشتغل على مساله ثانيه، ممكن انت تختار لغه البرمجه اللي انت بدك اياها، ممكن تختار جافا، سي بلس بلس، تمام. فهي بايثون 3. فهلقيت هنا هي معرف لك array، تمام، وبقول لك انه استخدم numby دوت array، وعرف لي الداله انه تكون انه هي عباره عن float. فبالتالي هذه الاري هي عباره عن input strip split. وعشان انت تكون عارف ايش الناتج تبع هذه، فانت ممكن في نوت بوك صغير عندك هيك تروح تفتح وتشوف عندك هنا هذه ايش الناتج تبعها. انبوت بياخذ لك انبوت من الكيبورد، ستريب بروح بقصقص لك المسافات لزياده من اليمين واليسار، وسبلت على اساس السبيس، معنى ذلك انه بقصقص لك العناصر هذه على اساس المسافه. فبالتالي هنا لما اجي اشغل، فهي طلب مني هنا انبوت، هي الانبوت انا عندي هنا. وانا كنت بتوقع انه يطلع لي اياها هنا. فانا ايش حسوي؟ هي 1 13 7 6 واي سبيس سبيس في الاخر، فبعمل انتر. فبالتالي ايش جاب لي؟ السبيس اللي زياده اللي في الاخر طير لي اياه، تمام؟ جاب لي الواحد لحال، 13 لحال، 6 لحال، و 7 لحال، و6 لحال. فبالتالي انا حمرر يعني انه هي الانبوت انا عندي زي هيك، تمام؟ هذا حيتخزن في متغير اسمه اري وحيتمرر هنا. فبالتالي انا بدي اسوي شغلي هنا، ايش بدي اسوي شغلي؟ بدي اعرفه كفلوت وبدي اعمل له ريفرس. فهنا بدي اختار نمباي، ما دام انه هو مش مستخدم الالياس، الاسم المستعار، بدي اكتب نمباي دوت اري
تمام، وبجيب لك اوتو كومبليت هنا كمان. فانت ايش بتدي له المتغير تبعك وبتقول له انه التايب عباره عن فلوت بهذا الشكل، تمام. وهنا بدنا نخزنه في المتغير A على سبيل المثال. وهنا بدي احكي له ريتيرن، خدته دوال لسه، تمام، هاي ريتيرن A. فانا برجع القيمة اللي أنا عملتها، تمام؟ طيب حكيت هنا هي كمالة الكود اللي هو كاتبه. كمالة الكود إنه هو بيقول لك إنه ريزلت بتساوي استدعى الدالة هذه الريز وأدى له الأري مخزن في الريزلت وبده يطبع الريزلت. حكيت أنا ما عملتش الريفرس وعملتهاش قصدا عشان أنا أورجي لك إيش معنات إنه هو بياخد الإنبوت، يعني بيختبر مع العديد من الانبوت وبيختبر هل النتيجة انه صحيح زي المتوقع ولا لا. فبالتالي هنا بعمل رن للكود فبقول لي انه رونج انسر، الانبوت كان كذا، تمام، والاوتبوت هيو زي ما هي زي ما هو بنفس الاوردر، تمام، ما اختلفش، تمام. والمتوقع انه يكون العكس، انه العشرة هي هنا بالماينس والثمانية هي هنا بالماينس، فانا ما عملتش خط، فبالتالي بقول لي رونج. فهذا بيدي لك فيدباك. انت مرات بتكتب كود وانت محتاج ان انت يعني ان انا اقول لك الكود هذا صح ولا غلط. فهذه البلاتفورم انه انت من خلال تقدر تكتب كود وبتقدر انه المنصه تقول لك ان الكود تبعك صح ولا غلط، وبتقدر انه تتمرن وتتمرن وتتمرن. انا مش موجود معاك طول الوقت، لكن المنصه موجوده معاك طوال الوقت. فقديش انت بتقضي وقت على المنصه بتصير فلوينت في البايثون، تصير تحكي بايثون، يعني بصير لبلبه في البايثون، تمام. فهجيت نرجع هنا، ايش بدي اسوي الخطوه؟ بدي اسوي الخطوه انه في الريتيرن الاي بدل ما انا اعملها اي لحال، ايش بدي اسوي؟ بدي اقول دوت فليب، فليب ولا ايش كان اسمها؟ فليب. هنا فليب، جيت فليب نمباي دوت اري كيف؟ اوكي. وبعدين هي نمباي دوت فليب ولا بعطيها الداله، فبالتالي هنا نمباي دوت فليب وهنا بدي له الاي. ما دام هون دايمنشن مفيش داعي انه انا ادي له الاكسس انه بدي اياه للصف ولا لا. فخلينا نجرب على امل انه يكون الحل صح. فهي ران، فبقول لي انه سمبل تيست كيس، بحط لي انه هو صح، تمام. هو بيكون مخبي تيست كيسز ثانيه، بيكون هو مخبي انه مدخلات ثانيه، هو بس بورجيني مدخل واحد بس عشان اشوف انه الكود فيش فيه اخطاء ولا لا. حلقيت، لاحظ انه كل مره كنت اعمل رن للكود تاكدت انه صحيح وما فيش يعني فيش مشاكل، بعمل سبميت وبفحص لي عده يوز كيسز ممكن توصل لثمانيه يوز كيسز، تمام. هنا فحص تو تيست كيسز وهي هذه معلم لي عليها صح وهذه معلم لي عليها صح، وبقول لي كونجراتيوليشنز وحصلت 20 علامة. وإذا بدك تشير هذا الكلام عندك على السوشيال ميديا إنه أنت حليت مسألة، بتروح على نيكست تشالنج. هيك أنت بتحسب بالضبط، هيك إنه أنت بتحل مسائل، بتجمع علامات وبتترجى. ممكن تستخدم الريفيرس، صحيح، تمام. بس انت لما تيجي تقرا هنا داله الفليب، لما تيجي تقرا هنا داله الفليب انه بقول لك انه ريفيرس اوردر اوف ذا اليمنتس ان ان اري along ذا جيفن اكسس. وما دام انا عندي وان دايمنشنال اري فبالتالي انه اوكي، يعني الفليب برضه ممكن تظبط. ممكن انت تستخدم داله الريفيرس او ممكن تستخدم ماينر، بالضبط زي هيك. لو حتى استخدمت الطرق هذه اللي انت بتحكي عنها، برضه الداله تبعتك اللي انت بتعمل حلها، هو ما بفحصش كود بقدر ما بفحص
مدخلات ومخرجات. اذا المخرجات صحيحه معنى ذلك انه هو الكود تبعك صحيح، فعشان هيك انه في عنده تيست كيسز ببقى مخبيها وبيورجي لك اياها لما انت تعمل سبميت للكود. ممكن يعني انا من كنت ما بديش اغير الكود كتير، ممكن الكود هذا تبعه اغير فيه ونستخدم نفس الالياس، فبالتالي انه هنا هاي as بقدرش ان انا اعدل فيه. شايف شايف هذا وهذا، انا بقول لي ان انت مسموح لك انه انت تعدل هنا، فهو عامل لك الامبورت مش قادر انا اعدل فيها، مش قادر اكتب تمام، وهذا برضو مش قادر انه اكتب لانه في استدعاء على الداله، فانت بس مسموح لك انه انت تكتب كود هنا. حاجات هو لو استخدم as and be ساعتها خلاص يعني ممكن انه تستخدمه، ما استخدمش ال and be ساعتها بدك تكتبها بالكامل numpy، وانت بتعرف انه المبرمجين كسلانين، فبالتالي انه ما بحبوا يستخدموا الاسماء المستعاره، فبكسل يكتب النمباي كلها من كم حرف مكونه؟ من 5 احرف، فهو ايش بيختصرها؟ بده حرفين بس، فبالتالي يعني في عليه كود كتير بده يكتبه، فبالتالي انه بيستخدم الاليس. تمام؟ وهو بيستخدم عقله. تمام؟ اوكي؟ فبدي اياكم تتمرنوا على هذه وتورجوني البروفايل تبعك، تطلب منك المحاضرة الجاية تورجيني البروفايل تبعك تتمرن على بايثون. أنا ما أعطيتكش كل حاجة في النمباي، فأنت ممكن تلجأ للدوكيومنتيشن وتقرأ وتفهم الدالة هذه ايش بتسوي وتطبقها. كم علامة عشان تاخذ نمرة؟ انت ممكن تستخدم برضه في البايثون العادية تبعتك، الكورس البايثون العادي ممكن انت تحل اللوبس وممكن تحل الاف والس، فهتلاقي في مسائل كتيرة. اورجي لك السكورينج سيستم، فاكتب هاكر رانك، انا لانه مش فاكره، ستار سيستم، فهو بورجي لك ايش نظام السكورينج. يا سيدي العزيز، في الجافا، في البايثون عفوا، في البايثون عشان انت تجيب البرونز محتاج 35 نقطة، وهي بتمثل انت عندك مان ستار، فعشان يحط لك نجمة بدك 35 نقطة، 35 نقطة على حسب المسائل، زي ما حكيت لك في مسائل 5، في مسائل 10، في مسائل 20 السكور تبعها. الاثنين نجمتين برضو فئة البرونز 70، الفئة الذهبية الفضية انت عندك 3 و4 ولازم انه 110 120، والجولد لازم انه يكون فوق ال 400. تمام؟ فانت وين بدك تحط حالك في اي فئة؟ كيف؟ فيها فايدة، بتعمل براكتس للبايثون، فبالتالي انه هو شوف زي الدويلينجو، لانه انت لو ما حكيتش اللغة كل يوم معنى ذلك انه لازم تحكي انجليزي كل يوم عشان انه انت تكون فلوينت في الانجليزي، ولازم تكتب كود بايثون كل يوم عشان تكون فلوينت في البايثون، فبالتالي لو حليت في اليوم على الاقل مسألة مسألتين مش هياخد منك وقت كتير، مسألة واحدة، بديش أنا أتقل عليك، مسألة واحدة، تمام؟ كل يوم كل يوم كل يوم، لأ، هتلاقي إنه مهاراتك في البرمجة بتفرق، تمام؟ بالضبط. أوكي؟ خلينا ناخد بريك.